اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونستقبل ضيفي الكريم. واحد من افضل المواهب اللي الصراحه انا شفتهم في الكره المصريه، وكنت زمان بقى وانا لسه طفل نسمع كده في لعيب حريف قوي طالع في الناشئين اسمه وليد. فنروح كده، رحت اول مره استاد القاهره والناس عماله تغني وليد وليد، وانا قعدت اغني وليد 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 لغايه لما نزل ضيفنا الجميل كابتن وليد صلاح الدين، فكت الكره المصريه. منور النهارده ومشرف حبيبي يا روح. حبيبي انت بس بتحبني زياده. لا يا كابتن، مفيش حد يا كابتن يعني، معلش ما تصدق يعني، هو خليف. الفتره بتاعت التسعينات والبدايه يعني حريف حرفنه بتاعتك انت، ومش عايزين نتكلم بقى. اول مره شفنا حد بيعمل السيزر كان كابتن وليد صلاح الدين. الحمد لله، ربنا يخليك ربنا يخليك. وبنبارك لك طبعا البرنامج الجديد في اذاعه الشباب والرياضه، وان شاء الله كده تبقى خطوه مهمه جدا. والنهارده كنت انت عامل يعني مداخلات مهمه جدا. الحمد لله ربنا يخليك. يعني النهارده كانت اول حلقه في برنامج استاد الهدف، اذاعه الشباب والرياضه. طبعا اذاعه جميله وعريقه وكلنا بنحبها. يا رب ربنا يوفقنا ان شاء الله، معانا فريق عمل كبير جدا، وان شاء الله باذن الله نقدم اعلام. الصبح بدري بقى كابتن وليد، يعني 8 الصبح. بص ده يعني ربنا يعيننا ان شاء الله، بس هو توقيت حلو قوي من 8 ل 10، ده مصر كلها بتسمعه. النهارده كان ضيفي الاستاذ كامل زاهر، يعني برضو من خلالك بشكره، امين صندوق النادي الاهلي وواحد من الرجال المهمين جدا جدا في مجلس اداره النادي الاهلي. الميزانيه يعني بتبين قد يعني ايه دور. عرفت معلومات كبيره النهارده ان الميزانيه مليار جنيه، في فائض ربح 204 مليون، رقم كبير جدا ما شاء الله. النادي الاهلي يعني ما كناش بنشوف الارقام دي قبل كده كابتن علي. يعني الكره المصريه ما كناش بنشوفها. بص خلينا نقول ان النادي الاهلي السنه دي، او يعني تحديدا بقاله سنتين كده، بيعمل سياسه ما كانتش موجوده. هي فكره البيع والشراء، مش شراء بس، فدي تحسب للامانه لمجلس الاداره، تحسب للجراه. يعني الحمد لله كان يعني ليا الشرف ان انا اكون موجود في لجنه الكوره في التوقيت اللي بعد ما النادي الاهلي خسر الدوري والكاس، والتوقيت المهندس محمود طاهر ومجلس الاداره قرروا انشاء لجنه الكوره. وعملتوا حاجه مهمه جدا كابتن، احلال وتجديد وبطولات. واكيد بس الاهم كمان من كل ده هو ان احنا اقنعنا الناس بفكره البيع والشراء. دي ما كانتش موجوده في النادي الاهلي خالص. يعني النادي الاهلي كان بيبيع لعيب بالعافيه. بس اقول لحضرتك حاجه برضه يا كابتن وليد، انا ببيع بعد ما بستفاد. باخد بطوله ده حقيقي، ببيع يعني ما ببيعش وما بجيبش، وببيع واشتري زي بعض الانديه اللي هي مصدر دخلها فقط ده حقيقي بيع وشراء. لكن انا بجيب لعيب مثلا على سبيل المثال ايفونا، انا جبته وكسبت منه الدوري الممتاز طبعا، عمل لي اضافه صح، ورحت بايعه وهو كسبان فيه فلوس كتير. ما هي الفكره، الفرق الكبيره بتعمل ايه؟ هو انت عندك ثلاث محاور بتشتغل عليه. رقم واحد النتائج. اي فريق كبير بدون نتائج يحصل له مشكله كبيره جدا. النادي الاهلي لما خسر الدوري والكاس الدنيا تهدد، وجماهيره ما بتستحملش. فبالتالي انت رقم واحد لازم يكون عندك نتائج وبطولات. رقم اثنين الاداء. رقم ثلاثة فكرة بقى اللي دخلت النادي الاهلي جديد، التسويق، فكرة الاستثمار في الكورة، وده موجود في العالم كله. احنا كنا بنحاول نقنع الناس يا جماعة من سنين طويلة، مفيش حاجة اسمها يا ابني انت جالك عرض احتراف واقعد اسكت، واقعد وازاي وتسيب ناديك وانت خاين وانت يا جماعة، مفيش كده في الكورة. العالم كله دلوقتي بقيت بتحط بند في العقد، شرط جزائي، دلوقتي اللي عايز يستعين بخدماتك بيدفع. قصة كبيرة جدا، الكورة في العالم كله استثمار. وإذا كنا بنتكلم دلوقتي، استنى كمان كام سنة هيتفصل يعني مثلا شركة الأهلي لكرة القدم عن النادي الأهلي الاجتماعي، وده هيحصل في كل أندية مصر، وهيبقى إدارة الكورة دي هيبقى واقع. طب أنا عايز أسألك سؤال مهم جدا كابتن وليد. في بعض من الآراء بتقول إن مجرد إن بيدخل البيزنس في كرة القدم البطولات بتهرب. لا لا ليه؟ هو الريال ما بيكسبش؟ الريال واخد البطولات، برشلونة قبليه ما بيكسب. الفرق الكبيرة بتكسب. اتكلم على بيع اللعيبة. حلو حلو، ادينا عندنا مثال حي. هو النادي الأهلي عامل فائض ربح ولا لا؟ كسبان ولا مش كسبان في الميزانية؟ في بطولات ولا ما فيش بطولات؟ أهو. أنت حضرتك مين بقى اللي مشي؟ مين بقى اللي مشي؟ تريزيجيه ورمضان صبحي وإيفونا وأحمد حجازي. يعني أنت بتبيع عدد غير قليل من افراد الفرقه. وحسام غالي وجبت مين؟ حسام غالي وجبت طبعا، ما انت شغال بقى. هي دي بقى يا فندم الموازنه طبعا. ان انا اللعيب اللي انا بفرط فيه بالبيع، اولا بجيب مقابل مادي، وفي نفس الوقت
النادي الاهلي الفتره اللي فاتت دي حاجه من الحاجات اللي بحييك فيها الحمد لله، ان لم يستقطب احد الا لما بيكون على مستوى فرد المنتخبات. طبعا سواء ايفونا سواء ازارو سواء كل اللي حتى كوليبالي اللي مشي صح كان اجايه مستوى مختلف. بص هو المفروض ان النادي الاهلي استخداماته كلها تبقى كده في كل المراكز، هي الفكره بس في حاجه، العين اللي بتختار والناس اللي شغاله على كره القدم. يعني النهارده ما عنديش مشكله ان انا ابيع ايفونا بس جبت اجاييه، واحد هداف ولعيب كويس، والنهارده ايفونا جايب 2 مليون دولار بيتباع ب 8 مليون دولار وهكذا. انت النهارده حجازي جبته بكام؟ جبته بفلوس قليله جدا، بعته بكام؟ ما شاء الله اعاره، وان شاء الله لو ربنا كرمه هيكمل ال 5 مليون يورو، يعني بتتكلم في 100 ومليون جنيه، يعني رقم كبير جدا، وتجيب بداله وتبتدي تطلع من الناشئين وهكذا. يبقى انت شغال على محور البطولات، بتاخد بطولات وفي نفس الوقت بتحاول بقدر الامكان طالما عندك لعيبه كويسه وجهاز فني بيتفانى بتقدم كره حلوه، وفي نفس الوقت كمان بتستثمر في الكوره، لان انت رضينا شئنا ما بين او رضينا او النهارده الكوره رايحه للاستثمار، الكوره رايحه هتفصل قطاع الكوره ونبقى عاملين زي اوروبا. حضرتك الميزانيه بتاعتك كام؟ حضرتك بيجي لك 100 مليون جنيه في السنه مثلا، 80 بس 80 رعايه ومثلا 40 بس فضائيه، ادي 120 مليون، وبيجي لك مثلا من اكاديميه، يعني عندك موارد للدخل نقول مثلا 150 مليون، حضرتك لازم تصرف في حدود ده وبتقدم ميزانيتك قبل الموسم ما يبتدي داخل كده وخارج وهكذا، يعني كل اوروبا كده. فبالتالي يعني النادي الاهلي ماشي صح، النادي الاهلي ماشي على التراك المظبوط، النادي الاهلي اهم حاجه بس حته اللي انت قلتها نقطه غايه في الاهميه، ان انا لما ابيع اجيب على نفس القدر من الكفاءه عشان الميزان ما يختلش، عشان انا برضو لما بدخل بطوله الناس النهارده زعلانه جدا ان احنا ما خدناش البطوله العربيه، فبالتالي انت قدرك كنادي اهلي لما بتدخل اي بطوله بتبقى عايز تاخدها، فدي نقطه بس حساسه جدا. لكن في الاخر خلينا نقول برضو حاجه، العالم كله كده النهارده، نيمار بيمشي بالشرط الجزائي 222 مليون يورو، الدنيا بتتقلب في برشلونه، يعني حتى برشلونه بيغلط، برشلونه بيغلط، يعني مفيش مشكله. بس هي مش غلط يا فندم، يعني هي مش قصه غلط، احنا الفارق اللي احنا تحدثنا فيه يا كابتن وليد ان النادي الاهلي لما بيفرط في لاعب بيكون مجهز بديل، وبيكون بديل على نفس الكفاءه، بدليل ان انا واخد دوري وكاس. صح. وانا لو كان عندي مشكله في موضوع البيع، وان البيع ده اثر عليا بشكل فني كبير جدا، اولا النادي الاهلي وانت عارف يا كابتن وليد، لو كابتن حسام البدري في لعيب من اللعيبه دي ما عندوش البديل ما كانش هيسمح انهم يسافروا. صح. لا وحتى بص برضه خلينا نقول ايه، نحط هنا النقط علشان برضه ايه، ساعات يعني كابتن حسام البدري مثلا ما كانش موافق على بيع حجازي، لكن خلينا نقول حاجه، انت النهارده في حاجات في الكوره، ما عشان كده بقول لك الكوره اتحولت لاستثمار، في حاجات للكوره دلوقتي بقت مختلفه عن زمان يا جماعه، عن جيلنا وعن الجيل اللي بعدينا، في حاجه اسمها رغبه اللاعب. النهارده كوتينيو رايح لاداره ليفربول بطلب رسمي، مش عايز العب في الفريق، انا عايز اروح برشلونه. النهارده نيمار، انا بقول لك غلطه في ايه، ان هو لازم نيمار، واحد زي نيمار ده احط له مليار، ده حقيقي احط له النهارده. بص انا عايز اقول لك حاجه، انا بحييك على الملحوظه دي، لان الملحوظه دي جات لي من احد اهم الصحفيين الاسبان، قال لك مشكله برشلونه في الاداره ان انا عندي لعيب واصل ان هو هيبقى رقم واحد في العالم، ما حطلوش فعلا شرط تعجيز، ان 222 ما بقاش تعجيز، والناس ما تستغربش اللي هي ايه، امد له التعاقد وازوده في الفلوس زي ما النادي الاهلي عايز يعمل مع مؤمن زكريا. الكرة كده، الكرة كده في العالم كله، انا عندي نيمار مكسر الدنيا وبيشيل الفرقه جنب ميسي، وعندك كمان ميسي 300 مليار دلوقتي، 300 مليون عفوا من مانشستر سيتي عايز يخش يخطف بيهم ميسي. لا ده مشكله ميسي اكبر، ده ميسي لسه ما جددش عقده اصلا، فبقى عنده مشكله اكبر انه ممكن كمان يمشي فري. بس هي الفكره في ايه، انا بقى الاداره هنا دي الحرفه والحنكه والاحترافيه في الشغل. انا واحد زي نيمار زي ما انت بتقول هيوصل يبقى احسن لعيب في العالم، طب تعالى يا عم نزود لك عقدك، انت بتاخد مثلا قرشين هيبقوا خمسة، مثلا كان بياخد تقريبا 15 14 بالظبط مليون يورو في السنه، هخليهم لك 20 تمام، ونحط شرط جزائي يوصل لمليار. النهارده اسينسيو وهو بيمدد عقده مع ريال مدريد الشرط الجزائي كام؟ 700 مليون، خدوا بالهم. لا بص، لا اسينسيو تم اعارته
لإسبانيول وتم إعارته تاني وبعد كده استقطبه زيدان عشان بقى التوجه للعيبة الصغيرة الشابة اللي بقى أساسي في منتخب أسبانيا اللي تحت 21 سنة وهيبقى أساسي في المنتخب الكبير. وبص بقى عامل إزاي، بس شوف لما لقوه تألق عملوا معاه إيه، هي دي النقطة. طيب. فبالتالي أنت النهاردة مثلا مؤمن زكريا جاي له عروض احتراف، عايز أنت تحتفظ بمؤمن زكريا، مش هقدر امشي الناس كلها زي ما انت بتقول. انا برضو في اوقات لازم يبقى في توازن، لازم يبقى في توازن. انا النهارده طيب والراجل متالق ومكسر الدنيا ومكسبني، امدد له عقده، يزود سنه يزود سنتين وازود له القيمه الماليه، مفيش مشكله، واحط له شرط جزائي اعلى وهكذا. طيب كابتن وليد، هذا الموسم استثنائي من الناحيه الفنيه، والواحد بيحب يتكلم معاك في الكوره من الناحيه الفنيه، لان ما شاء الله بتطلع لنا بالحاجات اللي في بعض الاوقات الناس مش شايفاها ومش حساها. فعندنا هذا الموسم نادي الاهلي مر بمحطات مهمه جدا. اول شيء في الدوري الممتاز، نادي الاهلي فاز على كل المنافسين، سواء نادي المصري، سواء نادي الزمالك، نادي مصر المقاصه الدور الاول، نادي سموحه، كل الانديه الكبيره فاز على الزمالك ذهابا وايابا. انا هفضل اقول الزمالك هو المنافس التقليدي والاقوى في الكره المصريه مع النادي الاهلي. ايضا في محطات كاس مصر النادي الاهلي كان عنده محطات، فاحنا هنستعرض مع مشاهدينا طبعا بالاهداف وبكل التفاصيل النادي الاهلي ومحطاته الصعبه. على الرغم من بدايه كانت البعض ما كانش حابب كره النادي الاهلي في البدايه مع كابتن حسام البدري، ولكن استطاع الفوز على النادي الاسماعيلي في اول لقاءاته 1-0، ثم استمر الكيرف في الطلوع حتى بقى النادي الاهلي بكل ماتشاته بيلاعب الفريق المنافس ونسجل. صحيح. بص خلينا نقسم مشوار النادي الاهلي لكذا مرحله. اولا في الاستراتيجيه نفسها، استراتيجيه النادي الاهلي، دخل النادي الاهلي المسابقه باستراتيجيه انا عايز الم نقاط. ابتدى بالاسماعيلي، بدا يكسب بدون اداء حلو فني. يعني خلينا نمشي كده مراحل النادي الاهلي كاستراتيجيه. وبعد كده نخش في التفاصيل. يعني دخل بواقعيه. برافو عليك، دخل بواقعيه ان نادي الزمالك موجود تقريبا في بطوله افريقيا، ما بيلعبش كل ماتشاته، انا عايز الم من اول 5-6-7 ماتشات 21 بونت من اول 7 ماتشات، مش عايز اخسر بنقط. بتلعب اداء مش كويس، مش مهم، بتغير كتير، مش مهم، انا بمشي 3 نقاط 3 نقاط 3 نقاط بالشكل ده. وصل تقريبا بعد حوالي 7-8 ماتشات النادي الاهلي بدا يبتدي الاداء يدخل، بدات شويه بشويه كابتن حسام الجمل تبان، الجمل تظهر على اداء النادي الاهلي، بدا النادي الاهلي يبقى بيقدم كره حلوه وفي نفس الوقت بيكسب. ختم الدور الاول ولا اروع ولا اروع بقى، سموحه وانبي والزمالك، وخلص بالزمالك 2-0، وبقى الناس او بدات الناس بين الدورين تقول النادي الاهلي لا بطل الدوري. ليه؟ لانه ماشي بكيرف استراتيجية، أنا كنت بلم نقاط الأول وبعد كده بدأ يدخل للأداء منحنى أعلى شوية، وختمت كأحسن ما يكون، وبدأت أفرق عن نادي الزمالك متهيألي، يعني معرفش الإحصائيات عندك، لكن أظن إن النادي الأهلي فرق بين الدورين تقريبا 6-7 نقاط 8 نقاط حاجة، يعني ده ماتش أصلا في كويس. في الدور الأول، وأدي كريم نيدفيد من اللعيبة اللي يعني كانت ليها دور في بعض الاوقات، ده ماتش اسوان، وادي هدف لمؤمن زكريا. مؤمن زكريا من اللعيبه برضو يا كابتن وليد، ودي من الحاجات اللي نتكلم فيها، مؤمن زكريا احرز 7 اهداف. النادي الاهلي في هذا الموسم مع كابتن حسام البدري صراحه اللاعبين الاكثر احرازا للاهداف مش رؤوس الحربه، اللاعبين اللي على الاطراف والقدمون من الخلف. يعني الهداف الفريق عبد الله السعيد هدا 10 اهداف، وعندك مؤمن جايب 7، وعندك وليد هو كمان جايب 9، وممكن يكون برضو مؤمن جايب 9. لو عدينا الاهداف للاعيبه الاطراف، طبعا دخل معاهم بقى بعد كده اجايه، لان في الموسم يعني في نهايه الموسم النادي الاهلي لعب اجايه راس حربه كثيرا، خاصه بعد رحيل كوليبالي. فاستراتيجيه النادي الاهلي دائما القادمون من الخلف اللي بيكمل مع راس الحرب. دي بقى مش الاستراتيجيه، دي بقى اللي انا كنت هاجي لك فيها الجزء الثاني، الطريقه. ايه اللي بيحصل؟ طريقه النادي الاهلي ما اتغيرتش من اول مباراه حتى وقتنا هذا. 4-2-3-1 الطريقه التي يعتمد عليها المدير الفني للنادي الاهلي كابتن حسام البدري بجهازه الفني. طيب
فيها متغيرات. فيها متغيرات جوه الملعب. ده ماتش وادي دجله وكان هدف مهم جدا لكريم ندفد في مين؟ النادي الاهلي في شباك الحضر. وكان النادي الاهلي قلقان من المباراه دي لان هو ما كسبش وادي دجله تقريبا كان ماتشين ثلاثه ورا بعض. نعم. وطبعا وجود عصام الحضري. لكن النادي الاهلي عامل واحده من اقوى مبارياته فيها جري كتير جدا والنادي الاهلي يستحق يكسب اكتر من كده. لكن هي الفكره في ايه بقى؟ احنا قسمنا الاستراتيجيه. النادي الاهلي ابتدى بيلم نقاط، بدا الاداء يرتفع شويه، جيبن قبل الدور الاول ما يخلص عمل اداء عالي جدا، بدا الدور الثاني باداء كان جاي منتخب مصر من امم افريقيا، فعندك 6-7 دوليين بلغه الكره كده كان ادائهم منخفض تماما، خصوصا عبد الله السعيد كان واضح عليه جدا التاثر الشديد من المجهود الجبار مع منتخب مصر. بدا النادي الاهلي الدور الثاني يعني مش كويس، لكن خليني اقول لك بس ان الطريقه هي اللي خلت العدد الكبير جدا اللي حضرتك بتقول عليه انه يهدف. طريقه 4-2-3-1 اي 3 موجودين تحت اي راس حربه زي ما انت بتقول القادمون من الخلف، دي طريقه بيعتمد عليها الكابتن حسام البدري. بص لو شفت في اي حاجه، بص ادي جمله بتتعمل خلاص راح احمد تقريبا فتحي وحطها مؤمن زكريا تقريبا جول. يعني الفكره في ان في جمل معينه ودايما النادي الاهلي بيضرب الديفنس بتقدم الباكات. برافو عليك. وفي وقت تقدم الباكات بيبتدي الثلاثه اللي حضرتك بتقول عليهم هم كمان جول. بيخترقوا. نعم. مره بقى يطلع عبد الله السعيد في اسوان جونين مش عارف، ولا في النصر التعدين جونين، مره مؤمن زكريا، مره يجي وليد سليمان وهكذا. يبقى انت بتضرب الدفاع بجمله من اليمين او الشمال بيروح فيها احمد فتحي او علي معلول، وفي نفس التوقيت اللي احمد فتحي بينطلق بتلاقي مؤمن زكريا مع اجايه مع مروان مع اي راس حرب مع عبد الله مع وليد سليمان ممكن عمرو جمال. يعني هي فكره ان انت علشان محافظ على الطريقه فعملت بيها انسجام. ما بقاش المساله مساله الراس حربة التقليدي بتاع زمان اللي هو المهاجم الاوحد جايب له 20 جون واللي تحتيه جاب 3. لا بقى اتفرج بص مين اللي هيجيب الجون ده، ادي عبد الله هيحطها لمين؟ لوليد. وليد لف بص جون. ليه؟ بص الناحيه الثانيه من افضل اهداف الدوري ده كان رفال الاهلي والاتحاد السكندري. وكان كنت متولى انا المسؤوليه ساعتها مع كابتن مختار. وعملنا الفرقتين عملوا مباراه حلوه قوي قوي. طب انت لما شفت الجون ده كابتن وليد قلت ايه؟ جون جميل جدا. جون حلو قوي. لا قوي يعني لا اصل انت حريف فبتحب الجون الحلو. جون جميل. ما هو بص هو ده برضو بيبين لك قيمه لعيبه النادي الاهلي. ما ينفعش تسيب له حتى نص متر. بص الراجل بازوكا ما سابلوش نص متر، راح متعزم ولافف وشايط. هو وليد ما شاء الله رجله الشمال يعني. خد بالك الاربع تجوان حلوين، كمان الجون الثاني بتاع اجاي حلو قوي جدا قوي، من احلى اهداف الدوري. انا عايزه يعني هنجيبه وبعدين نروح بقى الماتش. هو يعني بص ده عمرو بيحطها لوليد. بص الاستلام واحساس المكان. جون جميل قوي والمباراه حلوه قوي وتالق فيها نادي الاتحاد بصراحه. خالد قمر وكاسونجو كابونجو لما نزل ونور السيد كان احد نجوم المباراه والنادي الاهلي كان متالق والمباراه كانت حلوه قوي. يعني ده اول تعادل للنادي الاهلي اظن. نعم. واول فريق يجيب في النادي الاهلي جونين. نعم. يعني ما متهيألي ما حدش جاب في النادي الاهلي جونين لغايه الدور الاول غير الاتحاد. بس التمريره حلوه والفينش احلى طبعا. لا لا يعني لا التمريره برده ما ينفعش نسيبها. الاهلي ضغط. وليد سليمان وليد سليمان برده من اللعيبه اللي بيلعبوا في المكان ده بشكل في خبره كبيره، خبره كبيره جدا. بص محضر وعامل على لمسه واحده وعارف هو هيحطها فين. فعايز اقول لك بس ان الطريقه ثبات الطريقه هو اللي عمل التجانس. دي نقطه بس ايه مهمه جدا. مهمه جدا. 4-2-3-1 الثلاثه اللي موجودين تحت الفيرود هم عارفين ادوارهم كويس. يطلع بقى وليد سليمان، عبد الله السعيد، مؤمن، ماشي. يطلع ميدو جابر، حمودي، صالح جمعه، ماشي. يطلع مش عارف عمرو بركات، حمودي، ميدو جابر، ماشي. يعني اي ثلاثه في الخط ده. وقبليهم كان رمضان صبحي وتريزيجيه وكان ناس تانية خالص ومع ذلك بتأدي نفس الأداء. واحد من لقاءات برضو النادي الأهلي فيها الموسم أعتقد أمام طلائع الجيش. بص مؤمن جاي منين؟ يعني نفس بالظبط التركيبة. هتقول لي طيب ما الأندية كلها عارفة والناس كلها عارفة أن الكابتن حسام بيعمل كده وهيلعب كده وهيخترق كده. أقول لك طب ما كل الناس عارفة ريال مدريد هتعمل إيه وبرشلونة هيعمل إيه ومع ذلك ما حدش بيوقف. هتوقف مين ولا مين؟ الحلول بقى يا فندم. بص أدي عبد الله خلاص شاف مؤمن. بص حطها له فين؟ الكرة العرضية خلاص. طيب أقف هنا. ارجع معلش للكرة دي أحمد فتحي يا فندم. أحمد فتحي ارجع في الكادر المفتوح. يعني عشان طبعا الشاشة بس بعيدة. أيوه ارجع
بس 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 بص اماكن اللعيبه اللي بيسقطوا الكوره مؤمن المفروض في مركز الراس حربة الصريح. نعم. طب فين الراس حربة الصريح؟ واخد مكان اجايه اهو جاي واخد مكان يستلم هنا. نعم. طب مين اللي هناك ده؟ عبد الله السعيد. طب مين السعيد. وهكذا. يبقى انت مش مهم التمركز، مش مهم كل واحد. احمد فتحي جاب الجون الثاني وهو فين في النادي المصري وهو كأنه مهاجم وعملها زي المهاجم. كده كده هنوصل للمحطات الكاس، لكن احنا بناخد الاول ان حضرتك بتقول النادي الاهلي وطريقه 4-2-3-1، ولكن طريقه 4-2-3-1 باسلوب الدايركت فوتبول زي ما بنقول في الكره، يعني توصيفها في الكره ان يبقى اقل باختراقات وباصات، بوصل لمرمى المنافس وبضرب الديفنس دايما. النادي الاهلي بيخترق من الاجناب. أيوة. مول عمر مع استحواذ على الكوره، مع استحواذ على الكوره، عندي نسبه استحواذ عاليه جدا على الكوره. نعم. بيعرف يعملها النادي الاهلي بشكل كويس قوي، وبعد وهو بيدور الكوره وبيحافظ على الكوره بيبتدي في جمل بتحصل. الطريقه دي بتتغير، بتتغير. ما هو في اوقات الفوز بيتاخر، فالكابتن يروح شايل ديفندر ويروح منزل لك مثلا راس حربة وتتقلب الطريقة لأربعة واحد تلاتة اتنين. أربعة واحد تلاتة اتنين. في مواقف كتير جدا كمان الطريقة نفسها بتتغير جوه الملعب، لما يبقى مثلا حسام عاشور والسولية. السولية بياخد أدوار هجومية وتتقلب الطريقة لأربعة واحد أربعة واحد. ده الأهلي والمقصة واحد برضو من الماتشات اللي النادي الأهلي فرق على منافسه المباشر. يعني هذا اللقاء النادي الأهلي لاعب منافسه المباشر اللي كان ماشي بخطى كويسة جدا. حقيقي. كابتن إيهاب جلال عامل الصراحة موسم قوي، وكان معاه برضو بعض من عناصر النادي الأهلي. أحمد الشيخ اللي باين في الصور وهو طبعا بيسلم على النادي الاهلي ونجومه، وايضا مديره الفني الكابتن سيد عبد الحفيظ. هذا اللقاء كابتن وليد فرق كتير جدا في النادي الاهلي في انه فعلا بيفرض ان انا البطل القادم. طبعا تحيه بصراحه للكابتن ايهاب جلال ولمنظومه مصر المقصه، حاجه رائعه. فريق كل سنه بيدي لعيبه كتير جدا لكل انديه مصر، ومع ذلك ما بيتاثرش. خد مركز نادي الزمالك وخد المنافسه بتاعت نادي الزمالك، فبنحييه. استاذ محمد هاني يا فندم، كنا بنتكلم على الباكات. وبرده هو اللي بيضرب بكل ماتش. كابتن حسام البدري بغض النظر. وعايز اقول الكره دي اللي كان فيها بغض النظر. هي لمست في ايده. طبعا. هل تتحسب ولا ما تتحسبش؟ دي حاجه هو يعني بتاعت الكابتن ابراهيم نور الدين. نعم. انا شخصيا اشوف ان هي ما تتحسبش، وجهه نظر الشخصيه. بس في برضه حكام يا كابتن يقول لك ما دام لمست يبقى القانون يقول ايه، انا احسب على كده. ده حقيقي. لكن في الاخر انا عايز اقول حاجه، بغض نظر عن ضربه الجزاء دي جت او ما جاتش او اتحسبت او ما اتحسبتش، النادي الاهلي كان بيروح على مرمى مصر المقصه بكثافه وضيع فرص. بعد كده في الهايلايتس هنشوفها شديده الخطوره. هي الفكره في ايه؟ ان انت بتقابل المنافس الاول ليك على الدوري. نعم. فهنا مباراه يعني ايه بست نقاط، زي ما النادي الاهلي عملها مع نادي الزمالك وكسب الدور الاول وكسب الدور الثاني. انت مش بتكسب ثلاث نقاط بس، انت بتفقد المنافس بتاعك لثلاث نقاط مهمين جدا. فاشتغل النادي الاهلي بشكل كويس قوي. عمل حاجه الكابتن حسام البدري، فكرتني لازم برضو نقولها للساده المشاهدين. غير استراتيجيه اللعب. بمعنى ايه؟ المباراه الاولى للنادي الاهلي انه لما يجيب جون يرد في نص ملعبه. نعم. وده فيه احترام كبير جدا لمصر المقص. نعم. هتقول لي ناس كتير قوي بتعيب على الكابتن حسام البدري، ممكن الاداء مش حلو، طب انت بتدافع كتير. طب ما هو يا جماعه الفكره دلوقتي في الكوره كلها، انا خدت اللي انا عايزه ولا لا؟ انا النهارده رديت نص ملعبي لان هم عندهم من الامكانيات اللي تقدر تجاريني في الملعب. فبالتالي المباراه دي انا فاكرها كويس قوي، ان من المباريات الاستثنائيه للنادي الاهلي. النادي الاهلي معودنا انه اول ما بيجيب هدف خصوصا في النص ساعه الاولى بيبتدي يضغط عشان يجيب الثاني. المباراه دي مختلفه، النادي الاهلي قفل في نص ملعبه وبقى بيلعب على الهجمه المرتده. مش عيب. مش عيب. بص النادي الاهلي كله راجع ورا، ومع ذلك بص السردباك بيزيد مودي لغايه فين، بس النادي الاهلي قافل. فالعدد ده يعني ادى افضليه للنادي الاهلي في الناحيه الدفاعيه. بص هتلاقي المنظر، بص لو وقفت الصوره في اي حاجه هتعد اقل حاجه 7-8. نعم. ال7-8 دول مش مخليين مصر مقصه يعرف يخترق، وفي نفس الوقت انت اول ما بتقطع الكوره بتروح بهجمات خطر. واخد منك كابتن وليد، ال7-8 واقفين ازاي؟ واقفين صح. بص حسام اشوف فين دايما الباكات بتاعت النادي الاهلي محميه بالاطراف، ودي الادوار الدفاعيه اللي بيعملها مؤمن ووليد وبالعمق عاشور. بص عاشور قافل. بص كابتن الفرقه، بص قافل. بص يشوط. يشوط من مسافه بعيده. انت بتجبره ان هو يشوط. برافو عليك. لان ما عندوش حل تاني. لو وقفنا الصوره هتلاقي هشام محمد ما عندوش حل تاني. نعم. كل الناس ممسوكه.
وده برضه ده الدور ده الشوط الثاني. بدا النادي الاهلي بنفس الاستراتيجيه برضه بيقفل بشكل كويس. طبعا مهندس محمود طاهر ومحمد عبد السلام الاثنين يعني يتنافسوا على الفوز باحسن رئيس نادي السنه دي. وان كان المهندس محمود طاهر الدوري والكاس بعد الدوري والكاس اكيد يعني يحسب. والماتش ده برضو الماتش ده برضو كابتن وليد شريف اكرامي من الماتشات اللي بيتبين بقى الحارس المرمى يكون له دور طبعًا. ان انت تتفوق على المنافس ده حقيقي طبعا يعني طبعا خصوصا في ضربه الجزاء ودي برضو واحده من الفرص مروان دي حاجاته مروان اكيد دي حاجاته هو لازم كان لف بس رقبته سنه تروح في القريبه هو كان عايز يعملها كده واحد من المهاجمين اللي نتمنى ان شاء الله ان هم يرجعوا بالسلامه مهاجم منتخب مصر الاساسي في كاس امم افريقيا وواحد من اللي قدوا بشكل كويس قوي. بص النادي الاهلي بيروح بس بيروح بحاجات خطيره قوي بص ما تضيعش برضه هيرجع بيها تاني هيلف بيها تاني يعني دي كل دي جوان يعني حاجات خطر جدا. مباراه كانت حلوه قوي كانت مفتوحه النادي الاهلي يعني قدر يحسمها حتى بعد ضربه الجزاء اللي احنا هنشوفها في الاخر لاحمد الشيخ وشريف اكرامي برضه شريف اكرامي هيتصدى ليها. مش هنقول بس دور البطل هنقول شخصيه البطل بالزبط. مش دور البطل لان شريف من اللعيبه الصراحه اللعيبه الحراس الممتازين ومن الحراس اللي عندهم شخصيه بتبان جوه الفرقه. ارجع كده تاني ارجع تاني للهجمه دي ده انا ابوكو ده لا ده ايريك لو فافي ايريك ده إيريك تراوري بس الهجمه اللي فاتت كنت عايز اقول لك ان بص عدد ايوه نعم. بص اوف بص عدد النادي الاهلي 2 4 6 8 8 8 على 4 على 4 على 5 خلينا نقول ان داوودا كان مكمل لكن بص التميز كمان بتاع لعيبه مصر المقاص برضه اوجد اختراق يعني انت بتلاعب فريق تقيل فما ينفعش الكلام ده بينطبق على الترجي عشان احنا برضه ايه بنحضر لمباراه الترجي انا ما ينفعش ابقى بالايه عايز اقول بالعنجهيه بتاعه زمان الاهلي واضغط على اي حاجه لازم اعمل حساب ولازم ادرس كويس قوي الكره ما بقتش كده الكره بقت ان انا بحترم الخصم وفي نفس الوقت بقيس امكانيات الفريق المنافس عنده العاب الهواء كويس لازم انا امن نفسي عنده لعيبه بتشوط من مسافات لازم انا اكون محضر حسام عاشور والسوليه او احمد فتحي لو لعب في المكان ده عشان ما يشوطوش النهارده بص وليد سليمان بيشوط بارتياحيه هو مش قافل عليك يعني انت فاهم في الجزء اللي بيجي لك هنا حسام عاشور ما بيخليش حد يشوط من هنا بتبقى المساله بيقفل عليه المسافه الفكره الكره دلوقتي اتغيرت انت وانت ما معكش الكوره لازم تدافع وتدافع بكثافه بص المنظر بص على طول 7 8 ومع ذلك بيوصل بس بيوصل مش مستريح بص اول ما استلم غلط بص خلاص مين اللي شال حسام بالظبط حسام عاشور وهو وميزه حسام عاشور كابتن وليد انه دايما في قلب السرد باكين وقوفه هنا بص وقوفه بص هو حامي المكان شايف وقوفه حامي المكان اللي قدام حجازي بص على طول دايما هتلاقي عاشور علشان الناس اللي بس ما بتبقاش شايفه غير الكوره هو بيبص للكوره لكن مش شايف اقف ارجع بس شويه يا بيبو سنه بس بص حسام عاشور فين اقف الكره دي لو نزلت على البنالتي اريا لو لقيت حد منهم جول لكن هنا ثلاثي طبعا خط الوسط لكن حسام عاشور تحديدا شغلته هو مسته في التوقع فن في نفس الوقت تمركز. اللعيب رقم 6 او الديفندر بقى اللي هنقول عليه بقى هولدنج ميدفيلدر طبعا في مصطلحات لكن انا هجيبها بمصطلحات التدريب اللعيب رقم 6 اللاعب على مدار التاريخ زي الكابتن هادي خشبه في الجيل بتاعنا كابتن مجدي عبد الغني حسام عاشور انه بيعرف يتوقع الكره هترد فين بالزبط. ويحمي باكاته الاثنين سرد باكين ازاي بالظبط انه دايما ما بيكشفهمش دي من بالزبط. لازم نديله حقه مسمار ما شاء الله واحد من اللعيبه اللي عدت ريكورد المشاركه في الماتشات وعدت ريكورد في البطولات حاجه جميله جدا. نروح لماتشات ثانيه عندك برضو كابتن وليد الاهلي وسموحه سعد سمير من المدافعين اللي احرزوا اهداف مهمه جدا هذا الموسم مع النادي الاهلي واحرز هدف في اخر الا مباراه عشان النادي الاهلي يتفوق على واحد من المنافسين اللي بيصرفوا معدل صرف عالي جدا فرقته فيها استقرار اداري وفيها استقرار مهم جدا داخل الفرقه وعنده من اللعيبه ولكن النادي الاهلي استطاع على الحصول على 3 نقاط من سموحه واحد من الفرق اللي بلغه الكره بنقول مش سهل. بص السنه دي حصل يعني تغير في الدوري المصري الفكره اللي انت بتقول عليها اللي هي فكره الاستثمار يعني خلاص بقى
سموحه، بقى انبي، بقى مصر المقصه، بقى وادي دجله، طبعا النادي المصري، بورسعيدي، الاتحاد السكندري. في 15 نقطه النادي الاهلي خدهم من فرق منافسين، صح؟ جدا جدا. 13 نقطه من 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 15 نقطه من اقرب المنافسين ليه. دي مباراه كانت من العيار الثقيل، عانى النادي الاهلي فيها لغايه لما احرز هدف. في المباريات الصعبه يا كابتن محمد ما تضيعش كتير، حاول بقدر الامكان ان انت يعني تنتهز انصاف الفرص. ما ينفعش وانت بتلعب مع سموحه، دي واحده من احسن اللقطات اللي شفتها لعبد الله السعيد. يعني خلينا نستمتع بيها تاني. كان ما هي نفسي هتتعاد. كان نفسي اجاي يجيبها عشان تتسجل، تبروز دور عبد الله. يعني عبد الله هنا بيروح بيرقص واحد كمل، وبعدين بيلف بيغير. اقول لك حاجه كابتن وليد، انت كنت بتحب برضو تميل على الناحيه دي وتعمل يعني ماتش الاهلي والاسماعيلي لو تفتكر 4-3 كنت بجيبه لك، وعملت نفس الكلام ده وعملتها عرضيه، وكان في بقى ايه رمضان وفيليكس ناس من الفراوده تقال. دي حاجه برضو اتعلمناها من يعني من المعلمين بقى اللي قبلينا، كابتن رضا عبد العال وكابتن حماده عبد اللطيف وكابتن طبعا الترقيصه الاولانيه الكبيره كابتن طاهر ابو زيد والمجموعه الكبيره. اول ترقيصه عبد الله السعيد بيحاول ما يحطش نفسه في سرعات، فلما بيلاقي سرعه بيغير اتجاهات. غير اتجاهه اكتر من 5-6 مرات ورا بعض. وبعدين هنا كله حتى احنا متوقعين اوفر، وقف على الكره الاثنين راحوا بره الكادر. وايمن اشرف ما يزعلش بقى، هو جه فيعني ما يزعلش من عبد الله. لا وعبد الله يعني عبد الله، ما هو لو ايمن اشرف زعل يبقى مصر كلها تزعل. عبد الله السعيد من اللعيبه اللي جامده جدا، يعني ارتقاء هايل لاجاييه. لكن لو حطها في الزاويه اللي جايه منها الكوره، تحرك كمان قطع قدام السردباكات عشان كابتن حلمي طولان كان عامل اداء كويس قوي، اداء دفاعي قوي جدا، وفي نفس الوقت ضيع فرص. يعني هنا برضو نموذج، هنا عبد الله بيوسع لنفسه وبيحط. عبد الله هنا انا احب انه يركن ما يشوطش. عبد الله بطن رجله من اقوى الرجلين في مصر وفي العالم. هنا ما تشوطش، حطها في نفس الزاويه اللي انت عايزها بس ببطن رجلك، لان عبد الله بطن رجله قوي جدا. لكن الاهلي بص عمال يضيع عمال يضيع. دي فرصه لحجازي. حجازي واحده من احسن مبارياته، متهيألي هو رجل المباراه الاول، لان زي ما شاء الله لازم نبارك له ان هو تاني مباراه في الدوري الانجليزي ياخد مان اوف ذا ماتش، ياخد رجل المباراه، وصراحه مادي اداء مبشر لمنتخب مصر. وده اللي احنا قلناه، رغبه اللاعب. ما تجيش بقى دلوقتي وتقول لي الاهلي متاثر، بس في الاخر اللعيب انت حققت له دي فرصه من الفرص الخطيره اللي شالها في الاخر حجازي. في واحده حجازي هيشيلها شوط تاني جون، عشان بس برضه يعني كابتن وليد ما نقولش ان الدوري كان سهل. لا دوري عمره ما يبقى سهل، الدوري مستحيل يبقى سهل. يعني انت المباريات احنا شايفين قوتها، النادي الاهلي بيكسب 1-0 بالعافيه، مباراه فيها بص كره في العارضه. لو خد بالك سيناريوهات المباراه تتغير بتغير النتيجه والاداء. يعني سموحه لو دي جت جون السيناريو هتصعب جدا جدا. انت شفت مباراه الفيصلي، بص دي جون يعني فرص خطيره. طب ده معناه يا كابتن وليد ان المنافسه اتطورت في الدوري الممتاز؟ امال ايه، الفرق كلها بتشتري. بص عندهم من احسن لعيبه في مصر، ما تقدرش تقول دلوقتي. وبعدين كمان خد بالك التكتيك عالي جدا، والناس بقت ملمه بكل الاخبار العالميه والمدربين بيعملوا ايه، كله بقى بيجيب مدربين اجانب يا كابتن وليد. خد بالك وغير حتى المدربين المصريين، انا عايز احييهم. النهارده واحد من المدربين الكبار كابتن حلمي طولان، ده واحد من المدربين الكبار زي الكابتن حسام حسن، الكابتن ايهاب جلال، الكابتن مختار. اسامي مش عايز اعد عشان محدش يزعل، لكن هي الفكره كل المدربين بقوا يهتموا بالجانب البدني، كل المدربين بيهتموا بمخطط الاحمال. انت طبعا رائد في الحته دي، النادي الاهلي كابتن انيس الشعلاني يعني واحد من المتخصصين الاقوياء جدا، وربنا يكون في عونه هذا الموسم 335 يوم ما شاء الله. افضل اقول يعني عشان دي ما بتحدث، يعني ما بيحصلش في العالم كله. الفريق الاقوى بدنيا في الدوري، للدقيقه 123 اللعيبه كلها واقفه على رجليها، ما فيش ولا شد كرامب ولا لعيب. كان في ناس بتنتقد الشعلالي في بعض الاوقات يا كابتن علي، علشان لما هم كانوا بينتقدوه ساعتها كان هو بيبني، كان هو بيوقف اللعيبه. انا طبعا قريب من اللعيبه وعارف، واللعيبه كانت يعني بتصوت، وفي لعيبه يعني من كتر الوجع ما كانتش قادره تنام. لكن هو انت بتبني علشان اللحظه دي، لما يجي الدقيقه 123 ما تلاقيش نص الفرقه في الارض، تلاقي الناس كلها بتجري لدرجه ان الباك رايت من الستة ياردة للستة ياردة بياخد 100 متر سبرنت عشان يجيب جول، اللي هو احمد فتحي. هنا حجازي اكتر الناس فرصا، يعني برضه بيستلم لنفسه. انا بقول لك هو خد نجم المباراه، خد رجل المباراه الاول انا فاكر، لان احنا اديناها له هنا في استاد الاهلي. وانا فاكر ان حجازي كمان
كان شايل كره صعبه قوي الشوط الثاني. على فكره اغلب المباريات اللي كان فيها حجازي موجود كان واخد رجل المباراه. نعم. ودي حاجه من اصعب الحاجات اللي تحصل في ظل وجود مهاجمين. نعم. بالشراسه دي. بالشراسة يعني دايما كنت على طول اجايه عبد الله السعيد، لكن حجازي للامانه وبعديه سعد لما دخل بعد لما رامي اتعور وسعد دخل بقى ياخد كمان هو رجل المباراه، فدي حاجه. وسعد حتى في الهدف اللي احرزه بيبين ان بدايه تطور شخصيه سعد كلاعب. صح. النادي الاهلي عانى في المباراه دي، كابتن حلمي اشتغل بشكل كويس قوي. بص دي الحاجات اللي انا بقول لك ما تضيعش، السيناريوهات هتتغير لو الكره دي دخلت. النادي الاهلي يبقى اكثر يعني ارتياحيه، يبقى في مساحات في الملعب يبتدي. بس كابتن وليد النادي الاهلي في كل المباريات الاكثر وصولا للمرمى، وانا كمدرب انا شغلتي ان انا اوصلك للجول، لكن الفينش بتاعك انت كلاعب. كلام مظبوط مليون في الميه، لكن انا برضو في شغل تخصصي. ده الهدف طبعا. نعم. سعد عملها بشكل كويس قوي برضو. واحده من خيارات النادي الاهلي وهي الضربات الثابته. انا النهارده مهم جدا ان يبقى عندي حاجه في الفريق اسمها تعدد محاور الهجوم. الفريق الصغير هو اللي بيقف على محور او اتنين، لكن الفريق الكبير تعالى بقى سد انت. انا بشوط عبد الله السعيد، عمرو السوليه، احمد فتحي، وليد يعني سليمان. يعني بتتكلم في التصويب ده من الحاجات. ده محور من محاور الهجوم. الاختراق من الاجناب. عندي احمد فتحي، عندي علي معلول، اوفرات 20 من 30 العمق. 40 من العمق. عندي عبد الله السعيد، عندي مؤمن زكريا، عندي وليد. صالح جمعه لما ينزل. نعم. طيب عندي الضربات الثابته بقى. برافو عليك. نعم. ده محور مهم جدا، و يعني محور كمان يفرق معاك جدا في المباريات الصعبه اللي انت بتلاعب سموحه، بتلاعب الترجي في تونس، بتلاعب الزمالك. النقطه دي بص خطر جدا. بص هيجي في جون بس من ضربه ثابته. فهي الضربات الثابته بتحسم مباريات النادي الاهلي. نعم. بصراحه اشتغل فيها السنه اللي فاتت كويسه قوي، من اول ما جالك حجازي ورامي ربيعه تحديدا، وبقى معاك كان ايفونا، وبعد كده كوليبالي، وبعدين دخل احمد فتحي في، وكان حسام غالي بيلعب العاب الهوا بشكل كويس قوي. وعندنا ازارو دلوقتي سمير. دلوقتي استقدمت ازارو، وعندنا برضو عمرو جمال في الماتش المصري. نعم. كلها ضربات ثابته يعني. نعم. هنا ما قدرش النادي الاهلي طول 90 دقيقه يخترق، وقدر بضربه ثابته. فمهم جدا ان احنا نبقى عارفين ان تعدد محاور الهجوم ده شيء ابدا ما ينفعش الاستغناء عنه لاي فريق. ده لقاء من اللقاءات المهمه جدا يا كابتن وليد. كان النادي الاهلي بقى له فتره ما بيفوز على النادي المصري. لقاء الدور الاول واحد من افضل اللقاءات النادي الاهلي لعب فيها كره على فريق صراحه معاه مدرب على اعلى مستوى، عامل بنقول ايدنتيتي، عامل كده تحس ان فرقه النادي المصري بقى ليها هيئه. أيوه. مع الكابتن حسام حسن وهيئه خاصه بيه هو. صح. كلام مظبوط مليون في الميه. يعني تحيه للكابتن حسام والكابتن ابراهيم ومجلس الإدارة، بصراحة عاملين مجهود جبار. وعايز أقول لك إن في ثلاث مدربين اجتهدوا بشكل غير طبيعي، كابتن حسام البدري وكابتن حسام حسن وكابتن إيهاب جلال، الثلاثة مع أندياتهم، وفعلا شغلهم بان ومجهودهم ظهر. لكن يبقى الأهلي بصراحة أقوى فريق بصراحة. يعني وأمتع فريق. خلينا نبقى يعني نبقى بتوع كورة ومنصفين. احنا هنا بنتكلم كورة. النادي الأهلي لعب كل المباريات كان هو الأحسن، أو أغلب المباريات. يعني خلينا الهدف الأول لمروان، ومروان الميزة إن هو حطها عكس اتجاه الجون. هو هي قالش بس هو فيها شغل كتير قوي. فيها ضغط حسام عاشور، فيها استخلاص الكورة من حسام عاشور لعبد الله السعيد، فيها رؤية عبد الله. هنا اللعيب البلاي ميكر اللي احنا بنقول عليه ان هو ده اللي مفتقدينه في اغلب انديه مصر. الكره هنا. نعم. ضغط حسام عاشور، خدع، وقف هنا. نعم. هنا التحرك. نعم. مروان، وعندك يمين وليد سليمان، وعندك شمال مؤمن زكريا، وعندك عبد الله. طب انا حاجه مهمه جدا. نعم. يا كابتن وليد، وانت بتلعب في نفس مكان عبد الله. نعم. انت هنا حتى كنت بتحكيها لي. نعم. انت عندك ثلاث اوبشنات، واحد مؤمن، اثنين مروان، وثلاثة وليد سليمان. صح. فانا اصلا مسهل كحسام البدري. صح. مسهل على عبد الله التمرير. ده حقيقي. ما هو ده بقى شغل 4-2-3-1. خد بالك، هو في تحرك المفروض كان يحصل، لكن مروان بسرعته سبق. يعني بمعنى ايه؟ في التمرين لو جبت الكادر المفتوح. نعم. دي وحده تدريبيه. هنا خلاص حسام عاشور قطع، وده بس اوفن. هنا لازم مؤمن
شايف مروان بيقطع على ناحيته يبقى اعمل كروس ياخد سبرنت ويروح مكان عكس مروان عكس مروان بحيث ان انا اسهل على عبد الله ان يبقى عنده اتنين مش واحد لكن هنا مروان بذكاء شديد جدا عارف ان الراجل اللي ماسكه مغطي الاوفسايد فخد القرار ولازم طبعا هو مش هشوه فلازم لما يروح لها بلغه الكره كده يلطشها اللطشه دي تيجي في الضيقه تيجي هي جت حظه عكس اتجاه الحارس فوقف على الثابته جت عكس اتجاه الحارس وراحت في حته مقتل عايز اقول لك حاجه لاني فاكر برضو المباراه دي كويسه من خلال التحليل تاني مباراه النادي الاهلي يحترم فيها الخصم بشكل تكتيكي بعد الهدف ده الهدف ده كان في دقيقه 3 او 4 بعد الهدف ده بدا يرد النادي الاهلي في نص ملعبه دي نقطه عشان متوقع رد الفعل ان هيكون بالزبط. في حماس والكابتن حسام حسن ولاعيبه النادي المصري كلهم شباب بيجروا كتير بالزبط. فده كان من الاشياء المتوقعه الكابتن حسام بدر فعشان كده قفل وامن الناحيه بتاعته عشان يبتدي يبني عليها بعد كده وان كنت يعني خلينا برضو فنيا نختلف وان كنت من وجهه نظري انا اختلفت مع الكابتن حسام البدري في المباراه دي تحديدا انا شايف ان تيم النادي المصري فريق واضح استراتيجيته باينه جدا انا اي كوره في اي مكان بتروح لاحمد ايمن منصور او بتروح لاسلام صلاح محمد هاني والكره عرضيه برده دايما محمد هاني برده كان بادي الدور الاولاني كابتن وليد كان بادي بدايه مباشره جدا الصراحه حقيقي بص الكرات الطوليه هي دي اللي بيلعب عليها فريق النادي المصري فانا من وجهه نظري فريق النادي المصري عايز تقابله قابله بنفس الاستراتيجيه بتاعته اضغط عليه بطول الملعب كل الوقت هيبقى الجيم ولعب عليه كوره زي ما شفت ولعب عليه كوره هيبقى دي واحده هارد لك مروان وقفها بشكل كويس قوي هنا برضو نفس الكلام هو حطها حط فيها قوه لا ما حطش وش رجلي هو ما حط فيها قوه ليه ما حطها ببطن رجلي لو رجعنا تاني دي طبعا دي ضربه جزاء لكن يعني ما اتحسبتش برضو تقديرا للحكم جت في ايده ممكن يحسبها ممكن ما يحسبهاش دي الكره اللي في العارضه احمد جمعه بشكل رائع يعني برضو واحد من اللي لما بياخدوا مساحه اي 3 4 متر بيصوب برجليه اليمين ومحدش كان متوقع ان هو يشوط بالشمال كده بس الشمال كابتن لما بتلبس بتروح يعني ده امكانيات لعيب عايز اقول لك بتاعه مروان بس نفس الموضوع يعني يحط فيها سنس زي ما اللعيبه الكبار وبالذات كريستيانو رونالدو حتى في ماتش اخر كلاسيكو حطها بنفس الشكل ما حطش فيها قوه كبيره لكن انا شوطها ليه ما هو حارس جامده جدا كمان لو يعني ده الهدف الثاني برده شوف الضربات الثابته وسعد سمير بالظبط سعد برده بقى بالتخصص يعني سميناه سعد راموس خلاص الدعايه الاخيره وبنفس التكنيك ونفس تكنيك الاداء بتاع راموس بيروح على قريبه كابتن وبيروح بالحركه يعني في فرق بين انت كمهاجم او مدافع بس واقف في ال 18 واخد البوزيشن بتاعك اللي المدرب بتاعك قال لك عليه وفي فرق بين الابداع بتاعك انت انا عايز اجي بالحركه عشان يعني اهرب من المراقب بص الوحيد اللي بيتحرك عشان كده مزعج بص جاي بالحركه فهنا فوق كام ده فوق 3 بص الوحيد اللي جاي من الحركه واللي بعديه كمان نجيب جاي كمان بالحركه يعني رهيب يعني هي النقطه في انك انت لما تتحرك فهتروح في مكان وصعب مراقبتك بين اللعيب بالظبط وصعب مراقبتك هدف من الاهداف المهمه برضه خد بالك وهدف حاسم ضربه ثابته طيب ما هو يعني النادي الاهلي ضربات الثابته من اهو خلينا نستخدم المحور الاولاني الكوره برافو عليك والمحور الثاني انا دلوقتي يعني بص استخدمت الضربه الثابته المحور الاولاني اختراق من العمق بجمله فنيه متفق عليها في التمرين ومتمرنين عليها اول ما البلاي ميكر ياخد الكوره الراس حربه يقطع ودي جمله الجمله الثانيه بص دي لازم جون هنا السوليه ده ولا عبد الله عمل حاجه غلط هنا لو رجعنا بس يعني للكوره دي عبد الله عمل حاجه غلط كان دايما مستر مانو الجوزيه يقول لنا حطها في الزاويه اللي جايه برافو عليك الزاويه اللي جايه منها الكوره حطها على طول من غير اي فزلكه يعني حطها في المكان ليه لان حارس المرمى بياخد خطوات برجله في بقى ليفل يا كابتن وانت طبعا عارفهم طبعًا. لانك لعبت معاهم كابتن رمضان كابتن حسام حسن هو اللي عارف بقى هيوجهها هنا تروح بس والله كانوا 90% بيعملوا السهل يعملوها اللي هي الصح انا هقول لحضرتك حاجه لكن الفرد بره لما بيجي بيتم تقييمه الاول على السيمبل فينش انا في الفينش الصحيح انا بجيب منه كام هدف برافو عليك صح يعني مديك انفراد عشان نسهل على الساده المشاهدين مديك انفراد مثلا من نص الملعب اديك 10 تجيب منهم 5 المفروض تجيب 10 تجيب 9 تجيب 8 يعني لكن ده ما تبعدليش لكن ما ينفعش فبالتالي في مهاجمين طبعا في العالم كله بيجيبوا الصعب
والسهل ما بيجيبوش يعني. ان في ناس بتنتقد كريستيانو رونالدو على السيمبل فينش وبيجي في الاخر لما يجي يبص على نسبه اهدافه او جاب كام جون يقول لك ايه ده الرقم ده عشان ما بيضيعش السهل. هنا التغييره بتاعت مهمه لان حسام غالي كان الكابتن حسام البدري عايزه ينزل يحافظ بقى على رتم المباراه. عاشور عمل مجهود جبار. الكلام ده كان تقريبا في الدقيقه 70 تقريبا، كان فاضل 20 دقيقه المصري هيجيب هدفه الاول. متهيألي هي دي كان فيها خطا ده هيرمان كواو وهيحطها له شكري هيرمان هنا اقف بقى هنا بس يعني هنا انا شايف ان شريف كان قريب قوي على القريبه يعني ما يوصلش لمرحله انه يبقى على العارضه كده بس اوف. انا اشوف ان هنا كان لازم شريف يبقى بره خطوتين ثلاثه يقدر يتعامل منها. مش ممكن الراجل ده لو اتحطت في جون يلحق يجيبها، وفي نفس الوقت لو اتحطت بالعرض كان يبقى عنده عدد من الخطوات اللي يخليه يلحق. لكن طبعا التمركز برضو حسين السيد كان ولا ماسك جمعه ولا ماسك اللي وراه احمد سالم صف، فبالتالي هدف برضو عملوه بشكل كويس قوي. كابتن حسام حسن برضو استخدم هيرمان الشوط الثاني ولعب برأساي حربه وضغط على النادي الاهلي. هو ميزه معلول يا كابتن وليد انه في الناحيه دي بيعرف يقف صح، بيغطي بشكل كويس، بيغطي بشكل. دي حاجه برضو عشان كده هو برضو منتخب تونس، واحنا ما قلناش ما ذكرناش ان معلول لعيب منتخب تونس لهذه الادوار. ونفس الفرق ده بين احمد فتحي وبين محمد هاني. محمد هاني لعيب كوره شويه برضو. برضو نفس فكره التغطيه، احمد فتحي مأمن نفسه قوي عكس يعني. بص الكره دي محمد هاني، بص محمد قاعد يبص عليها والناحيه الثانيه برضو تغطيه حسين. لكن ده بيبقى خطا جماعي ودايما الكره الهدف بيتحمله الفريق. حتى اتكلمنا على تمركز شريف واتكلمنا على تمركز حسين. حتى مؤمن لازم يقفل زاويه التمرير على هيرمان وما يروحش برجله الشمال. لازم يروح برجله اليمين. لكن اشتغل النادي الاهلي بشكل كويس. دي طبعا ضربه جزاء طالب بيها النادي المصري. لكن الكابتن تقريبا كان جهاد جريشه تقريبا حسبها ان هي احتكاك عادي. كنت اشوف ان هي ما يبقاش فيها ولا انذار ولا يعني اللعب يستمر. يعني هنا الكره ما بقتش في حوزه احمد سالم صافي، قريبه لنجيب بعد الزقه دي. الزقه دي طويله، ممكن يكون الحكم حسبها ان الاحتكاك بعد ما سالم صافي لعب الكره ممكن ترتقي انها تبقى ضربه جزاء او لا. احنا عندنا برضو لقاء بقى زمالك الدور الانهيرة الدور الاول وادي هيكتور كوبر. هذا اللقاء كابتن وليد طبعا هو لقاء غير حسابيا ان النادي الاهلي عايز يكسب الدوري ويركب الدوري في هذا التوقيت، ولكن الاهلي والزمالك ده بطولة خاصة. النادي الاهلي في هذا اللقاء صراحة برضو تعامل بواقعية زي ما حضرتك ذكرت، ولو شفنا الفارق ما بين الاهلي والزمالك الدور الاول والدور الثاني تحس بالارتفاع مستوى الاداء من الناحية الجمالية. ممكن اقول لك حاجة؟ نعم. المباراة دي اللي ادت الدوري للاهلي. من وجهة نظري المباراة دي كانت حاسمة بنسبة 70-80%. انا النادي الاهلي لما كسب نادي الزمالك 2-0 وختمنا الدور الاول بفرق نقاط كان تقريبا يعني خلي فريق الاعداد يقول لك لان انا مش فاكر قوي، لكن تقريبا كانوا 4 بونت وبعد الماتش ده بقوا 7 يعني رقم كده. ده الهدف الاول، ده الهدف الاول فوتها مروان بشكل كويس قوي. وبرده ضربت الديفنسيف يا كابتن، برافو عليك، بالباك 4-2-3-1. الكره راحت لفها النادي الاهلي في الاستحواذ بشكل كويس قوي، وصلت لعبد الله السعيد صبر عليها لغايه لما طلع حسين السيد. في سويتشات بتحصل، مروان حس انه مش هيحطها سبق ونفس الناس اللي هتلاقيه عبد الله السعيد هو اللي لاعب الباص واللي بيفوت مروان واللي بيحط مؤمن واللي وراه مين؟ وليد. هم يعني الاربعه، ويجي لك واحد من الشمال او واحد من اليمين. طلع فتحي، طلع حسين السيد، طلع علي معلول، طلع محمد هاني. يعني اللي بيلعب اطراف الجمله دي واحده من الاهداف اللي كان لازم. والاهلي ضيع فرص كتير في الشوط الاول يا كابتن وليد. بس المباراه دي انا اشوف انها من بلغه الكره كده وقعت نادي الزمالك. نادي الزمالك بعديها تحس ان نادي الزمالك لا خلاص حس ان الدوري مش بتاعه وما يعني ابتعد يعني الاهلي ثبت اقدامه على القمه وصدر المشاكل الناحيه الثانيه. ليه؟ المنافس التقليدي لما بتكسبه بتصدر له مشاكل. الريال لما كسب برشلونه هم مش 3 نقاط او بطوله سوبر. هو انت بتصدر مشاكل للمنافس التقليدي بتاعك.
ايمن حفني حصل له مشاكل دلوقتي، انا ابتديت بسعد، لا سعد ما ناحيه اليمين، طب ابتدي باسامه، طب ابتديت بناصف، لا ناصف ما، وبدات يحصل هز. احمد فتحي برضه كابتن ساعات بيعمل تسديدات رجليه قويه يعني، طبعا ما يعني لعيب دولي خبره كبيره، واحمد فتحي قلب الاسد للنادي الاهلي، الروح اللي بياخدها لعيبه النادي الاهلي دايما كده في كل جيل. كان عندنا في الجيل بتاعنا احنا كابتن ابراهيم وكابتن حسام، ناس من اللي بيدوا روح كبيره، كابتن اسامه عرابي طبعا. بدا النادي الزمالك يعمل تبديلات، يعمل تغييرات. كابتن الدور الهدف الثاني بدايته ضربه ثابته صح، تحولت لمتحركه والنادي الاهلي احرز منها هدف. ده حقيقي يعني، النادي الاهلي متهيألي هي دي الكورنر اللي اشترك فيها مروان، وهي كانت جمله، وكان يعني كان جمله ووصل مؤمن وحاول يحطها في الدقيقه. على فكره بعد كده جت يعني في ماتش ثاني متهيألي تقريبا في سموحه، جت دي واحده برضو ضربه جزاء الحكم الاجنبي ما حسبهاش، قدرها ان علي ما يقصدش ان هي تيجي في ايده برضو، كلها تقديرات للحكم، ولو اتحسبت ضربه جزاء. ما هو ده اللي احنا بنقوله للناس، مفيش يا جماعه فريق بيكسب الدوري بالحكام او بالتحكيم يا جماعه، زي ما ده الهدف طبعا احمد فتحي حطها بشكل كويس قوي، اجايه طبعا يعني خطا دفاعي رهيب لمدافع نادي الزمالك، اتفكوا ان هم فاكرين ان الكره هتتعمل اوفر من عبد الله، لا هم فاكرين اكتر ان الاهلي، الكلام ده في الدقائق الاخيره، الكلام ده في اخر دقيقه، افتكروا ان النادي الاهلي مودي اتنين يلعبوا كورنر عشان يحتفظ بالكره يعني، وده النادي الاهلي بيلعبها، دي برضه خبره احمد فتحي يعني، هو عبد الله على فكره ده الهدف بتاعه يعني، هدف عبد الله السعيد وهو رايح يلعب اتنين في الكورنر انه يحافظ على الكوره، لكن رؤيه احمد فتحي ان ليه احافظ على الكوره طالما الراجل اقدر اعمل اوفر تجيب جول. اول اوراق اعتماده بقى الجمهور النادي الاهلي بالزبط. هدف في نادي الزمالك وبيبين ان انا العب راس حربه، العب راس حربه، العب نص ملعب، العب نص ملعب، حرفنه اجايا كابتن وليد كانت فارقه مع النادي الاهلي. ده حقيقه. خلينا برضو نؤكد تاني، المباراه دي من وجهه نظري انا الشخصيه مباراه حسمت بطوله الدوري بنسبه كبيره، النادي الاهلي صدر توتر وصدر قلق وصدر مشاكل كتير لنادي الزمالك، وحسس جماهير النادي الاهلي ان لا النادي الاهلي راكب. طيب بلغه الكوره كابتن وليد، هروح لموضوع مهم جدا، نهائي الكاس مباراه الاهلي والمصري. هذه المباراة شهدت العديد من المراحل، مرحلة بداية اللقاء وسيطرة النادي الأهلي على كل مجريات الأمور، ثم المرحلة الثانية الوقت الإضافي وإحراز النادي المصري هدف، ثم مرحلة العودة والريمونتادا أو الكامباك اللي عملها النادي الأهلي. شفت هذا اللقاء إزاي؟ شوف خلينا نقول أنا بقسم الموضوع ده على ثلاث مراحل. أولا لو ربنا مش رايد خلاص، توفيق ربنا ده فوق كل شيء، توفيق ربنا رقم واحد. الكلام ده حصل قبل كده؟ حصل. مباراة الفيصلي 20 30 فرصه، ومش عايزه تخش، خمس ست فرص مؤكدين والكوره مش عايزه تخش، والمنافس بيروح بكوره بتخش، فخلاص لو ربنا مش رايد انتهى. ادي ايه جزء مهم جدا. الجزء الثاني بتاع اللعيبه بقى، انا كل ما هضيع هتروح لسيناريو يعذبك انت، هيعذبك انت مش هيعذب حد تاني، لكن انت كل ما تنتهز الفرص، بص في سموحه جون أربعة، بص في وادي دجلة جون أربعة. انت اما كل ما بتسهل على نفسك حتى في مباريات صعبة جدا في الزمالك، انت بتجيب جون بدري الدنيا بتتفتح والجيم بيتفتح، تقدر تجيب هدف تاني وتقدر تركب الجيم ولغة الكرة. وعايز اقولك حاجة، واللي عايز يريح نفسه بيريح، واللي عايز يحتفظ بالكرة وما بيبقاش فيه التنشنة. الضغط العصبي العالي جدا، لكن انت الضغط بيزيد ازاي؟ بالسيناريو اللي انت بتعمله، روح وضيع، روح وحطه في العارضة، روح وضيع، خلاص يبقى انت هتروح لسيناريو. اولا اللعيبه بتتوتر طبعا، احنا كلنا اللعيبه عايزين نجيب اهداف اصدقاء لينا الكاس، عشان طبعا نفكر مشاهدينا ان دي بطوله من البطولات الغاليه للنادي الاهلي، المره 14 بيقرر ان هو يفوز بالدوري والكاس، وده انجاز مهم جدا، وعلى المستوى المحلي انا ما فيش ليا منافس. ده حقيقي، يعني مهم جدا ان الكابتن حسام يشتغل عليها، الله يكون في عونه بقى، لازم يشتغل عليها. انا لو هجيب اللعيبه المهاجمين دول ودي يعني كره اجايه دي لو اتعملت 100 مره، انا عايز اقول له حاجه، الكره وهي جايه لك من مؤمن زكريا في السته الكره اللي هي شاطها في بوسكاس وحطها ليه مره واحده، ما انا اعمل كده واروح موقف رجلي على الكوره، هتلاقي الناس كلها وقعت، كله وقع بره كده. انت هو حرير، لا وهو حرير، لا هو المشكله كلها في الايه، حاجه اسمها الثبات الانفعالي جوه ال 18. انا مهم جدا ان انا
امرن اللعيبه على كده. ده الهدف بتاع عبد الله بيكا في لا لو عندك لو عندك بس الفرص بتاعه هيجيلنا عشان بس احنا ما عندناش وقت لكن كابتن وليد. يعني السيناريو لما راح كده راح بقى النادي المصري بالهدف بتاعه. ليه في الدقيقه كام 103 قعدوا 103 دقيقه النادي الاهلي بيضيع، فبالتالي هنا خلاص كابتن طبعا اوفر عالمي من معلول وعمرو جمال في المكان الصح وده والتوقيت الصح. وده يعني على غير المعتاد طول المباراه. انت يعني برضو من ضربه ثابته سبحان الله ربنا بيجيبها لك في توقيت كره ثابته، يعني بيبقى صعبه جدا ان الجماهير تتوقع انها جول. يعني كره كمان ثابته بس انت واقف على رجلك كابتن وفي الضربات الثابته وانت مش جاهز بدنيا طبعا بيبقى بيحصل الغفله اللي طبعا حصلت في وخلينا نقول ان الكابتن حسام راهن صح علشان برضو ناس كتير قوي بتقول كان المفروض فلان يلعب وفلان يرفع. بصوا برضو الكابتن حسام بيختار وهو اللي بيحرك الفرقه وتغييره بين الشوط الثالث والرابع في اخر ربع ساعه اول ان اول او كل في الكل. يعني خلاص بلعب بثلاثه اربعه مهاجمين وخلاص بقى بلعب الكل في الكل، فبالتالي النادي الاهلي اشتغل بشكل كويس قوي. ربنا عوض له او عمل ريمونتادا بشكل درامي. نعم. دراماتيكي عالي جدا في الدقيقه 117 وبعديها في الدقيقه 121 كلنا فاكرين ان هو هيحطها في السماء ولكن بقى قيمه اللعيب الدولي بالظبط. انت لو عايز تشوف قيمه احمد فتحي هات الكورنر بتاع النادي المصري. نعم. بتاع الهدف هتعرف ان الراجل ده كان واقف على السته بتاعه النادي الاهلي، فخد مشوار من السته يارده بتاعه النادي الاهلي للسته يارده بتاعه النادي المصري 100 متر سبرنت. نعم. بكفاح يعني. نعم. يعني حاجة كانت مهمة جدا. متهيألي ده الهدف الشامي عملها كويس قوي لعبد الله حطال بيكا. بيكا شاط هدف رائع طبعا ويحسب له تصويب والحلم كان بيقترب من فريق المصري، لكن في الاخر النادي الاهلي هو ده النادي الاهلي. ده الهدف. بص لا لو جبت الكورنر نعم على كل ده احمد بيجري السبرنت بس عشان ما عندناش وقت نجيب لسه كورنر. بص مين اللي مكمل. انا عايز اقول لك ان يعني احمد فتحي الوحيد اللي وصل للحته دي من الست ارضه بتاعت النادي الاهلي، فيحسب له طبعا. ودايما من احلى الاهداف انك تعمل بعد الاداء البدني اداء مهاري. اصعب حاجه في الكوره ان انت تجري 100 متر سبرنت وتشترك مع واحد وتحط بطن رجلك وتكافح وبعد كده تروح موقف الكوره عاملها كده، يبقى ده تكنيك اللعيب الكبير. كابتن وليد متعتني النهارده حبيب. وحللنا اهم محطات النادي الاهلي في دوري من اهم الدوريات الدوري رقم 39 وايضا جبنا الكاس رقم 35 ل 36 اي رقم 36 أيوة. ما احنا بقول فاينل الكاس 35 اللي خدنا بيه أيوة. ال 36 والنبي عشان بس انتوا بتكتبوها في قناه الاهلي 35 غيروها بقى لا 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 هي 36 ليه النادي في والصراحه يعني انا اتمتعت حبيبي روح كابتن مصر والنادي الاهلي ودايما كده تكون منورنا في قناه النادي الاهلي. مشاهدينا كلام مع كابتن وليد صراحه في كره القدم تحس ان انت بتتمتع بكل كلمه بتخش اجواء المنظومه ويعني ربنا كده يخليه لنا ودايما كده يمتعنا وما شاء الله تكون انطلاقه قويه ليك مره ثانيه في برنامجك في الاذاعه. يا رب. شكرا يا فاروق وانا اللي سعيد بيك جدا ما شاء الله متالق وربنا يكرمك دايما ان شاء الله. ده كان اخر حاجه معانا النهارده مشاهدينا. استاد الاهلي دائما الكره الحلوه كل ما يخص النادي الاهلي موجود في النادي الاهلي ما تروحوش بعيد والنادي الاهلي حديث عنه.